أشواقع جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حنا معاك على قناة أشواقع مع الكوتش جيهان بوزيان. في البداية نبغي نشكركم على التفاعل ديالكم على الأسئلة كثيرة اللي طرحات على قناة أشواقع. اخترنا اليوم نتكلموا على موضوع اللي تطرح بزاف واللي هو الفشل الدراسي. نبغي في أول حاجة ما نقولوش فشل. الفشل واحد الكلمة اللي كتحبسنا بحال وصلنا النهاية. تنتمنى نهضروا على التعثر الدراسي ماشي الفشل الدراسي. التعثر الدراسي أسبابه وكيفاش نتغلبوا عليه. أولا ملي كنفقد الرغبة والهدف. في غياب الرغبة وفي غياب الهدف ميمكن ليش نقلب النجاح. شنو هي الرغبة؟ هي علاش أنا كنقرأ؟ شنو هو الهدف ديالي؟ فين باغي نوصل؟ بناخد وقتي ونجلس مع راسي ونفكر علاش أنا كنقرأ وفين باغي نوصل بهذه القراية وشنو هو الهدف ديالي، وهذاك الهدف يكون باين واضح اشنو بغيت ندير وعلاش وشنو غادي ساتيسفايش غادي نحقق في الداخل ديالي الى وصلت ليه. ملي غادي تكون عندي الرغبه ويكون عندي الهدف لي زوبستاكل كيوليو ضعاف. ملي كنهضر على الرغبه خص تكون عندي اون موتيفاسيون ا كور تيرم ا مويان تيرم ا لون تيرم. يعني دابا علاش غادي ندير توت سويت، يعني هذا العام هذا النهار علاش كنقرا، اش غادي ندير ملي غادي يكمل العام او مويان تيرم علاش غادي نحصل، و الون تيرم شنو غادي نكون. اون فوا الهدف ديالي تحدد والرغبه ديالي تحددت كندوز للقدرات ديالي. شنو هي القدرات ديالي وفي اين مجال انا قادر نبدا. تيقول اينشتاين تو الموند اي تان جيني مي سي اون جوج ان بوسون سور سا كاباسيتي ا رامبي دون لاربر يل باسرا سا في اونتيير بور ان ستوبيد. اذا نعرف اين مجال انا قادر نبدا، واش انا عندي القوه في اللغه او عندي القوه في التحليل والمنطق والرياضيات، واش القوه ديالي كاينه في الرياضه او كاينه في الفن او كاينه في اي مجال اخر. ندير واحد لاناليز القدرات ديالي. عرفت الهدف ديالي، عرفت الرغبه ديالي، عرفت القدرات ديالي، كنحتاج الاستماته لا بيرسيفيرونس. منملش من ماشي من اول مشكل لقيته نحط سلاح، لا، قد ما كانوا لي زوبستاكل قد ما نقدر نتحداهم، وقد ما تحديتهم وحققت نجاح قد ما الثقه ديالي في نفسي غتزاد والهدف ديالي كيولي يبان قريب قريب بزاف. واخر نقطه نبغي نطرق ليها هي التنظيم. تنظيم الوقت. كاع الناس الناجحه على مر الزمان كتعتمد تنظيم الوقت كاول اساس النجاح. تنظيم الوقت يعني نظم النهار، نظم الاسبوع، نظم الشهر، نظم تريمستر كله. تكون عندي واحد النظره إجمالية على كاع لي زاكتيفيتي اللي غندير من هنا للقدام، واحد النظرة نهار بنهارو شنو كندير باش نستغل وقتي احسن استغلال من جهة، ومن جهة اخرى ما نكونش ديما كنعالج غير داكشي اللي اورجون. كل نهار كنتفاجئ بامتحانات، كل نهار كنتفاجئ بمشاكل. لا اكيد ما غاديش ننجح بالامتحان اللي كاين غدا وانا باقي ما مراجعش عليه. غادي ننجح بالامتحان اللي كاين السيمانه الجايه ومن ورا جوج سيمانات واللي غادي ناخذ وقت كبير باش نقدر نراجعو وندير ليه اون بروغراماسيون. لا بروغراماسيون هي اول مفتاح واهم مفتاح ديال النجاح. ننظم وقتي ونرتبو ونخدم كل نهار، كل نهار نخدم، نخدم باش نحقق الرغبه ديالي، نخدم باش نحقق الهدف ديالي، نخدم حبا في داكشي اللي كندير. قد ما حبيته قد ما خدمت عليه وقد ما وصلت ليه برغبه وبارتياحيه. نبغي نحدد ان كاع هاد النصائح اللي ذكرنا اليوم فهي كتهم الناس اللي الحاله الصحيه ديالها طبيعيه. اما الا كان عندنا شي مشكل صحي فنبداو اولا بالمعالجه ديالو ومن بعد نقدروا نتبعوا هاد النصائح ونوصلوا اكيد. ونبغي ناكد ان من جد وجد ومن زرع حصد. وكنتمنى لكم جميع حظ سعيد وموفق دائما على قناه اشواقع والكوتش جيهان بوزيان. نضرب لكم موعد الحلقه القادمه وموضوع جديد.